السلام عليكم. درسنا اليوم هو المفعول به للصف السادس من كتاب لغتي فرحي. أهداف الدرس: معرفة معنى المفعول به، التمييز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، التمييز بين نوعي المفعول به، معرفة علامات نصب المفعول به. تعريف المفعول به: المفعول به هو الاسم الذي يدل على من يقع عليه فعل الفاعل. ونسأل لمعرفة المفعول به: ماذا فعل الفاعل؟ مثال: يصارع الرجل الخطر. نحدد الفعل والفاعل ثم نسأل ماذا فعل الفاعل. الفعل هو يصارع والفاعل هو الرجل. نسأل: ماذا يصارع الرجل؟ الخطر. إذن كلمة الخطر هي المفعول به. الفعل نوعان: لازم أو متعدي. الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به ليتم به معنى الجملة. نام الولد باكرا. نقوم بتحديد الفعل والفاعل. الفعل هو نام والولد الفاعل. نسأل: ماذا نام الولد؟ لا يوجد إجابة على هذا السؤال. إذن لا يوجد مفعول به في هذه الجملة، وبالتالي فعل نام هو فعل لازم. الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يتعدى إلى مفعول به ليتم به معنى الجملة. ألقى الشاعر القصيدة. الفعل هو ألقى، الفاعل هو الشاعر. نسأل: ماذا ألقى الشاعر؟ القصيدة. إذن القصيدة هي المفعول به، وبالتالي يكون الفعل ألقى فعلاً متعدياً لأنه لم يكتفي بفاعله بل تعدى إلى مفعول به ليتم به معنى الجملة. أما أنواع المفعول به: يأتي المفعول به اسماً ظاهراً. سمع الولد صوتاً مخيفاً. نسأل: ماذا سمع الولد؟ صوتاً. صوتاً هو المفعول به وهو اسماً ظاهراً. ضميراً متصلاً بالفعل: الهاء في جملة خلصه الرجل من الغرق. نسأل: من خلص الرجل؟ خلصه هو. الهاء تدل على المفعول به هو. الياء في جملة خلصني الرجل من الغرق. من خلص الرجل؟ خلصني أنا. الياء تدل على المفعول به وهو أنا. الكاف في جملة خلصك الرجل من الغرق. من خلص الرجل؟ خلصك أنت. الكاف تدل على المفعول به وهو أنت. علامات نصب المفعول به: الفتحة الظاهرة الأوراق، الفتحة المقدرة على الألف في كلمة الصبايا، الياء في المثنى قصتين، الياء في الجمع المذكر السالم المحتاجين، الكسرة في الجمع المؤنث السالم الزهرات. والآن نأتي إلى الإعراب النموذجي. أبصرت النور. النور مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. رسمت لوحتين. لوحتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قطفت الزهرات. الزهرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ساعدت المحتاجين. المحتاجين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا نكون قد انتهينا من شرح درس المفعول به.